وصل أمس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحة ضمن جولته الخليجية، وكان في استقباله الأمير تميم بن حمد آل ثاني في زيارة هي الأولى بعد الأزمة الخليجية منذ سنة 2017. وأقيمت في الدوحة مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد بحضور كبار المسؤولين القطريين على رأسهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.